11:41 دقيقة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. مازال لقاء مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا من خلال برنامج اللامولاتي دائما مع فقرات متنوعة كلها إفادة. غادي نمشيو مباشرة عند عائشة سعيدي ونتعرفوا على أهم الاقتراحات اللي غادي تقدم لنا اليوم. صباح الخير عائشة. ألو صباح الخير سنة. كي صبحتي لاباس؟ لاباس عليكم. الحمد لله بارك الله فيك وتحية خالصة لكم وتبارك الله على السعادة. بارك الله فيك شكرا. إبعاد الجديد. أييه لريحتك بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عندي واحد لاباتفيتي كتجي بحال دوك الكريعات ديال الدجاج. اييه واخا. عندنا لاله لاباتفيتي راه فيها البارح. غنشدها نقسمها مثلثات وغندير فيها الحشوه. هاد الحشوه كناخذ واحد الدجاجه. اييه. كنغسلوها مزيان وكنديروا فيها التوابل. هاد السكينجبير. شويه فقاع قله. شويه السبيسه. شويه البزار. شويه الملحه. شويه اللي بغى الحر يديروا اللي ما بغاش بلاش. الو اي صافي. كنجمعوا هذا الخليط مزيان كنديروا نجيبوا مزيان كنزيدوا فيه اما جوج معلقات ديال كريم فريش اولا معلقه الحليب وشويه الطحين. شويه الحليب كنديروا مع شويه الطحين حتى يعقد لينا شويه وتنخوف على داك الخليط. الو اييه تفضلي. كنشدوا واحد ربعه ديال البطاطا. كنديروها على قد الصبع ديالنا. بغينا نقليوها على قد الصبع. كنقطعوها على قد الصبع ديالنا كل وحده ماشي كنرقوهم كنغلضوهم شويه. صافي ملي كنقطعهم نديرهم نص قليه وكنحطوهم. ملي كنعمروا ديك الحشوه في ديك المثلث باش كنردوه كنديروا مثلث كبير شويه باش يلاه يرجع على بعضياته. اييه صافي. تنجيو حتى للرويس ديالو كنخشيو ديك البطيطه هكداك. صافي وكنسدوه وكنشدو داك الفوق ديالو كنجرحو غير شويه هكا بالموس. صافي كنخليو كان حتى كنكملو المقاد كلشي. هاد المقدار اللي عندنا كنديرو في الطاوة فيها البابي سيفريزي وملي كنبغي ندخلها للفران كندهنها بشوية البيض. اييه كتجي بحال الفخيدة ديال الدجاج. كنت تيقول لك افخا الدجاج كدابة. اييه كتجي غزالة زعما كتجي حتى اللوغو ديالها كيجي زوين. واخا الله يعطيك الصحة. وعندي لالا واحد الكيش بلا طحين. اييه عندنا فيه ثلاثة البيضات. اييه ستة المعالق ديال الكريم فريش يكون عاقدة شوية واحد طريفة الموتزاريلا. نص باكية ديال الريكوطا ولا داك الفرماج داك اللي كيكون معلب. اييه اييه. وعندنا نص معلقة سودانية اللي بغاها اللي ما بغاهاش هي بلاش. اختيارية الحار. اييه الحار. وعندنا لالا شوية الملح وشوية البزار شوية زيت العود جوج قريعات مقطعين مربعات. صافي هذا الشيء اللي فيها. نعاود المقادير. اييه لو سمحتي واخا. عندنا ثلاثة البيضات ستة المعالق ديال كريم فريش عاقدة واحد طريف ديال الموتزاريلا نص باكية ديال الريكوطا أو لا أي فرماج داك اللي في اللي ماشي كيكون في الكويرطات أو لا في العلبة. نص معلقة سودانية شوية البزار شوية الملحة شوية زيت العود والقرعة صغيرة إما قرعة وحدة كبيرة ولا جوج قريعات مقطعين مربعات. دوزو الطريقة. نقطعو القرعة طريفات مربعات مع الزيت والملحة والبزار كنسوطيهم شوية في 10 دقائق مع شوية زيت. صافي حنا حطيناهم على جنب كندوزو نطربو دوك البيضات اللي عندنا وكنزيدو عليهم ديك الموتزاريلا وداك الفرماج. صافي وكنعاودو نخلطو كلشي خليط اللي عندنا. كناخدو دوك الليمون ديال السيليكون اللي دوك الحفيرات وكنعمروهم بها. وتندخلهم الفران يطيبو راه كيجيو زوين بحال اللي كيشو ما فيهم لا طحين لا والو. اييه واللي ما عندوش دوك الليمون ديال السيليكون يدير دوك الكويرتات الحلوه يصطفهم في الطاوه ويعمرهم ويدخلهم الفران راه كيجيو زوين. اييه بنفس الطريقه واخا. ايوه عندنا واحد الكروكيت ديال الكفته بالخرطاس. اييه عندنا 10 سنتيلتر ديال الحليب اولا جوج كيسان ديال حياتي ماشي ديال اللي عندها ديال حياتي. عندنا 80 غرام ديال الزبده. عندنا 120 غرام ديال الفورص شويه الملحه معلقه صغيره البزار وشويه الملحه واحد البيضه والخرطال اولا اللي معلقه الخرطال ديال الشابلور بحال بحال. هو صراحه الخرطال راه متوفر والصحي من الافضل. إيه. هكا ندخلو في الوصفات ديالنا. واخا كناخذو واخا نعاودو الماء فادير الا سمحتي. عافاك. عندنا جوج كيسان ديال حياتي اولا 20 سنتيلتر ديال الحليب. اييه 80 غرام ديال الزبده 120 غرام ديال الفورص شويه الملحه معلقه صغيره شويه ديال البزار وبيضه والخرطال باش ندوزو باش نقليو. عندنا لالا الحشوه فيها 200 غرام ديال الكفته. اييه معلقه كبيره زيت العود جوج بصلات يكونوا بيضين صغار الاحسن كيدير هذيك الوصفه كدير فيها هاد الخضاريه. دابا ما كايناش خضاريه غير جوج بصلات بيضين قزبر مطحون
ملحه وبزار. اييه ناخذ الكاسونه كندير واحد داك الحليب اللي عندنا مع الزبده وتنحطو فوق العافيه حتى كيتجمع بحال تولي لنا بحال الكره. شنو نديرو الحليب مع الزبده؟ الحليب مع الزبده وداك والطحين. والطحين والطحين وداك اللي متبل بداك القوام اللي عندنا القزبر والبزار والملحه. اييه صافي حنا وجدنا كلشي كثر حنا شحرنا مع البصلات وداك الشيء. الو اييه تفضلي. صافي شحرنا الكفته وحطينا كلشي في الكاسرونه سخنا الحليب مع الزبده وكنزيدو عليه فوق العافيه وكنزيدو عليه داك الفرش اللي متبل بالقوام القزبر والطحون والملحه والبزار. صافي كنحطو كلشي كناخدو واحد نحطو هذيك هاد العجين تترتاح واحد 15 دقيقه في الثلاجه. كنجبدوها كنديرو واحد الكريصه على قد الكف ديال يدينا وكنديرو فيها واحد شويه الحشوه وكنسدوها حتى نكملو داك المقدار كله اللي عندنا ديال الحشوه. اييه الحشوه كلها اللي عندنا وكندوزو كندوزو من الدقيق الفرش ومن البيض ومن الخرطان وكنقليوهم على عافيه مهيله. كنقليو اللي بغى يقليهم حتى الاخر يقليهم اللي بغى يديرهم في الصقليه وعاود يديرهم في الفران يديرهم حيت ولا بدا خصهم يتقلاو يتجمعوا باش اللي بغى يخليهم تيتقلاو كلهم على العافيه مهيله باش يطيب كله باش يطيب الداخل يطيب برا كتجي هائله هذه تجي زوينه فعلا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. وعندي واحد الفلو. اييه واخا عندنا حق مركز محلى. اييه واحد سيترو الحليب وربعه البيضات والفاني صافي تنخلطوا هذا الخليط كله. واخا لا سمحتي نعاودوا. عندنا حق مركز محلى. نص سيترو الحليب. اييه اربعه البيضات واحد الفاني. ولا كراميل كنديروا ليه ستات مع السكر واحد شويه الماء. صافي كندوزو نصيب الكراميل ديالنا وملي كيتصيب كنعمرو بدوك اي مارك اللي غنكون صغار اولا داك المول العائلي. اييه صافي تنطربو البيض مع مركز محلى مع الحليب اللي عندنا وحنا كنطربو حتى كيتجانس ليها الخليط وكنديرو في دوك لي غانكان وكنديرو في حمام ريب على درجة 180 في الفران وعندنا 55 دقيقة يطيب على مهلو بشوية عليه. اييه راه كيجي زوين تا هو يعني غير الحليب مركز محلى نطربوه مزيان مع الحليب مع واحد فاني مع ربعة البيضات. اييه صافي يتخلطو مزيان صافي ويطيب على حمام مريم. اييه ملي كيطيب راه كتخرجي كتسني واحد شوية حتى كيبرد شوية كديمو ليه راه كيجي زوين كيهبط عليه داك كراميل راه كيجي راه عندي نيت في لاباج ديالي. اييه فعلا هذا واخا كيتباع يعني ساهل في يعني ما كيتصاب ولكن من الافضل انه نصيبوه لانه كيجي لذيذ بزاف. اييه عندي واحد الكلاص واخا باقي الوقت عندنا سيترو الحليب عاد عندنا سيترو الحليب عندنا واحد الساشي ديال الشونتيه غبره. اييه ونص حق ديال المركز محلى يكون طايب. يعني يكون كراميل. اي كراميل واخا نعاودوا المقادير. عندنا سيترو الحليب. اييه واحد ساشي ديال الشانتيي غبره. أيه. واحد نص حك ديال المركز محلى. صافي هادشي واللي هو عندنا واحد البيسكوي يكون فيه الشوكولا باش أيه. كنفرتو في الداخل. واخا اي نوع ولا الا ما لقيناش كناخذ دوك الصيفات ديال الشوكولا. اييه واخا لي كولا. صافي ملي كناخذو هادشي كامل كنطلعو داك الحليب مع شانتيي. كنطلعوه مزيان حتى يطلع لينا. وكنزيدو فيه داك حليب مركز محلى تدريجيا غير بشوية. اييه وحنا كنطلعو حتى كنديرو داك كنكملو داك المقادير اللي عندنا وكنفرتو فيه شوية حنا كنطلعو حنا كنفرتو داك الشوكولا فيه داك البيسكوي. اييه البيسكوي ديال الشوكولا ولا دوك ولا داك الشوكولا اللي فيه راه فيه كراميل من الداخل. اييه يعني كيجي فيه لذيذ واخا. صافي حنا كنطلعو حتى كيطلع لينا وكندخلوه للثلاجة واحد 6 سوايع وراه كيولي راه تا هو عندي في لاباج ديالها. كيجي غزال زعما كاين. أيوة سهل في المكونات. سهل ما فيهش بزاف مكونات. باقي الوقت نعطيك عصير ولا ثلاث غدا؟ واخا ناخذوا عصير. هذا عصير تا هو كيجي سهل فيه جوج بنانات. وستة تمرات. جوج بنانات. اييه وجوج تمرات بلا تنحيدو المعلفه. وجوج كيسان الحليب كبار. جوج معالق العسل. واحد قطرة ديال روح اللوز. اييه. إلا كاين ما كاينش صافي اختياري. صافي كنطحنوه مزيان حتى كيتطحن لينا. كنديرو في الثلاجه حتى يبرد وكنقدموه بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه ونهاركم بخير وتحياتي واحد التحيه سلام. اييه مرحبا تفضلي. تحياتي للحاجه فاطمه الدودي والحاجه زهره من مراكش.
ليش حاجه الفراغ براتي شويه. ودابا ان شاء الله راه عطله، راه ضروري انه ان شاء الله تدوز معنا ضروري. اي ان شاء الله نسقوا معاك. وسعاد مرانيه من الدار البيضاء، وايمان الشرادي، وجميع المستمعات، وحبيبه، وكلشي اللي نسيتو يسمح لي، وكلشي تبارك الله، راه بحال بحال العيالات ديالنا حابين تبارك الله عليهم. الله يعطيكم الخير، شكرا لك بزاف. صباح مبروك، شكرا لك بزاف، تحياتنا لك وتحيه للام ديالك. شكرا لك بزاف على هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم. نتمنى ان المستمعات يكونوا سجلوا معنا هاد الاقتراحات ان شاء الله، وجدوهم بالصحه والراحه.